ندوة صحفية تعقدها الجمعية المغربية لحماية المال العام هذا المساء للإعلان عن انطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإقراء غير المشروع. هذه الحملة الوطنية كمبادرة من الجمعية المغربية لحماية المال العام تضمن العديد من الإجراءات والعديد من البرامج. نعقد اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية. هذه الندوة الصحفية التي تأتي من أجل الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لتجريم الإطراء غير المشروع. هذه الحملة التي ستتضمن العديد من البرامج ضمنها توقيع عريضة إلكترونية توقع من طرف كل شرائح المجتمع لمطالبة الحكومة بتجريم الإطراء غير المشروع. أيضا سننظم وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير على الساعة 5 أمام البرلمان، وسننظم أيضا في وقت لاحق ندوة عمومية بمختلف المقاربات ترمي إلى مناقشة وتسليط الضوء على تجريم الإطراء غير المشروع. لماذا تجريم الإطراء غير المشروع؟ لأننا نعتبر أن هذا يشكل مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وأن الحكومة اليوم تتملص من التزاماتها سواء الدولية، التزامات المغرب الدولية المتعلقة بمصادقة المغرب على اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد، والتزاماتها الدستورية التي تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتزاماتها السياسية باعتبار أن هذه الحكومة مشكلة من أحزاب سياسية تدعي أن لها رغبة في بناء دولة الحق والقانون وتخليق الحياة العامة. إلا أنه للأسف لاحظنا كيف أن الأطراف والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة تضغط في اتجاه ماذا؟ تضغط في اتجاه إقبار هذا المشروع وإقبار كل المقتضيات والإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة. اليوم المجتمع عليه أن يتعبأ بشكل جماعي من صحفيين وإعلاميين ومنظمات حقوقية ومدنية وأحزاب ونقابات، على الجميع أن يتعبأ اليوم ليقول كفى من الفساد، لأن الفساد في المغرب وفي المجتمع في الدولة تغول وأصبح يشكل خطرا يهدد الدولة ويهدد المجتمع، وأصبحت تكلفته باهظة وكبيرة جدا. ولاحظنا كيف أن منظمة ترانسبارنسي انترناسيونال كيف صنفت المغرب على مستوى مؤشرات الشفافية في المرتبة 97، بمعنى أنه تحقق في درجة أو في ترتيبه، مما يؤكد على أنه ليست هناك لحدود الآن إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد. تابعنا بعض الملفات وبعض المتابعات القضائية، هذا نعتبره إيجابيا وننوه بذلك، ونتمنى أن تستمر الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في تعقوب لصوص المال العام والمفسدين واستعمال كل الإمكانيات والوسائل القانونية المتاحة من أجل تطويق ظاهرة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا. بخصوص هذا الموضوع اللي غادي الآن ترافع عليه الجمعية اللي هو الإطراء غير المشروع، في التقدير ديالنا الخاص هو مدخل للحكامة والشفافية، حيث لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون جريم الإطراء غير المشروع. وحنا كنحيلوا على واحد الاقتراح لهذا، جابته الهيئة الوطنية للنزاهة، وهي كما كتعرفوا هي هيئة رسمية اللي كتقول بأن هذا الإطراء غير المشروع خصو يجرم وخصو يكون عنده فصل مستقل، ماشي غير نجيبوه في القانون الجنائي كفصل، خصو يكون مستقل على القانون الجنائي، وبالطبع تكون فيه عقوبة جنائية إضافة إلى المصادرة ديال الأملاك وهذيك الأموال الناتجة عن الفساد وعن الجرائم. لماذا؟ لأن في التقدير ديالنا احنا الخاص دائما في الجمعية لا يهمنا معاقبة الأشخاص قد ما كيهمنا المال العام والصون ديالو، وبالتالي كنطالبوا لا في البلاغات ديالنا ولا في المداخلات ديالنا هو إرجاع الأموال للمنهوبة. كذلك بالنسبة للاعتقالات الأخيرة اللي للجميع أنه سبب واحد العدد ديال الاعتقالات وديال المتابعات ديال البرلمانيين وديال رؤساء جماعات، احنا كنتمناو باش ما تكونش هذه غير مسألة ظرفية،
ما تكونش غير مسألة ظرفية، وتم المتابعة ديال جميع الأشخاص كيف ما كانت المواقع ديالهم والمسؤوليات ديالهم، وبالتالي غادي نفعلوا هذاك المبدأ الدستوري اللي هو ربط المسؤولية بالمحاسبة.